ايضا ثله من الانصار ايضا من معي الاخ. السلام عليكم، مهدي من الجزائر. الرحله كانت شاقه بزاف، مي الحمد لله هنا بيان اغيفي وما نولوش، حنا نجيبوها ونعاودو نولو ان شاء الله. راك متفائل ان شاء الله بالنتيجه؟ باذن الله ان شاء الله اللاعبين يكونوا قدر المسؤوليه و 3-0 كما يقول خويا ان شاء الله. نعم، ما معي. السلام عليكم، معكم مسعود تومي من جلفا. جينا ان شاء الله من الجزائر من اجل مؤازره المنتخب الوطني، ان شاء الله يكون عند حسن الظن ونتاهلوا ان شاء الله ونجيبوا ان شاء الله العزيزه. فريد من بطنا جينا ان شاء الله. انا عمي وليدي من الهيج جيت ما حبش يخرج، ان شاء الله نروحوا بخير وان شاء الله ونجيبوا الكحلوشه كما عيطوا لها كاع الجزائريين. 1-2-3 فيفا لاجيري. اذا زميلي امين، انت كما تعرف كما تشاهد الان الصور حيه هنا من مدينه سويس ومن منتزه الشهداء، هنا هو المكان الذي اختارته محافظه سويس لانصار الخضر حتى يعني تقيهم حر يعني قساوه الحراره هنا في انتظار موعد يعني فتح ابواب ملعب السويس الذي ستغص به مدرجاتهم طبعا. نعم. من اجل مناصره الخضر ومناصره المنتخب الوطني. نعم نعم، ان شاء الله نجيبوا الكحلوشه كما قال المناصر اللي راهو معاك.